بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تجربة تعيين الوزن الجزيئي بواسطة الانخفاض في درجة التجمد لمادة غير متطايرة. قبل كده كنا اتكلمنا عن سائل متطاير وازاي اعيين له الوزن الجزيئي بتاعه. طيب، الهدف من التجربة يا شباب تعيين الوزن الجزيئي لمادة مذابة غير متطايرة، وليكن مثلا هناخد مادة عضوية مجهولة هقول لك عليها دلوقتي بواسطة الانخفاض في درجة التجمد للمحلول، وذلك عن طريق إضافة المذاب اللي هي المادة العضوية المجهولة إلى الماء، والتي تعد إحدى الخصائص المجمعة لتحديد الوزن الجزيئي لتلك المادة. طبعا في البداية يا شباب لازم إن احنا نعين حاجة اسمها ثابت تجمد المذيب أو اللي هو الماء معانا. نظرية التجربة، يعتبر الانخفاض في درجة التجمد واحدة من الخصائص المجمعة للمحلول، والتي تعتمد على تركيز الجزيئات المنحلة ولا تعتمد على الطبيعة بتاعتها. أما إذا كان المذاب بيتفكك، يجب أن يؤخذ في الحسبان العدد الإجمالي للمولات الناتجة من الجسيمات المتكونة في المحلول. طيب، إيه اللي بيحصل يا شباب عند ذوبان مادة غير متطايرة؟ يبقى أنا لو جبت مثلا وليكن مادة عضوية غير متطايرة وذوبتها في مذيب عشان أعمل منها محلول متجانس، في هذه الحالة يحدث انخفاض في درجة تجمد المذيب، ويعتمد مقدار الانخفاض في درجة التجمد على الكمية المذابة اللي انت واخدها من المادة العضوية الغير متطايرة، ويمكن حساب الانخفاض في درجة التجمد باتباع العلاقات الآتية. أنا عندي التي بتتناسب تناسب طردي مع الام، ولاحظ ان التركيز ماخده بالمولارية يا شباب. أنا عندي العلاقة دلتا تي اف بتساوي الكي اف في الام، ومنها اقدر اجيب العلاقه دي اللي هي الوزن الجزيئي، تعيين الوزن الجزيئي اللي هي الام عباره عن W1 في الالف على M1 في W2. طيب، يمكن حساب كمان الدلتا تي اف مع الكي اف مع M1 من العلاقات الاتيه الموضحه امامك، حيث الام هي عباره عن مولاريه المحلول، وهي عباره عن عدد المولات من الماده المذابه في 1 كيلو جرام من المذيب. W1 عبارة عن وزن المذاب بالجرام اللي هو وزن المادة العضوية الغير متطايرة بالجرام، W2 وزن المذيب اللي هو الماء بتاعك بالجرام، الدلتا تي اف الانخفاض في درجة التجمد، وعبارة عن T2 ناقص T1، M1 عبارة عن الوزن الجزيئي للمذاب، والكي اف عبارة عن ثابت التجمد، وده بتعتمد على نوع المذيب اللي انت واخده معاك. فكل المية مثلا ليها ثابت تجمد هنقوله دلوقتي. خطوات العمل، إن شاء الله أول حاجة بنعملها بنجيب أنبوبة اختبار جافة وهنوزنها، وليكن الوزنة بتاعتها هنسميها W1 ونسجل النتيجة في الجدول. هنجيب حجم معين من المادة أو حجم من المادة وليكن البنزين، هناخد منه 15 مللي، هنحطها في أنبوبة الاختبار وهنرجع نعيد الوزن يا شباب. هنرجع نعيد الوزن عشان ايه؟ أعيد الوزن عشان تديني ال W2 اللي هو وزن الأنبوبة زائد البنزين اللي موجود فيه. طب أنا عايز أجيب وزن البنزين اللي هو برمز له بالرمز W2 عبارة عن W3 قصدي عبارة عن W2 ناقص W1، ماشي؟ اللي هو W2 اللي هو عبارة عن وزن الأنبوبة بها البنزين ناقص وزن الأنبوبة فارغة. هنضع الترمومتر الحراري يا شباب الحساس في أنبوبة الاختبار بعد إدخاله في الفتحة الموجودة في السداد المطاطي. طبعا يا شباب أدي أنبوبة الاختبار، هحط جواها سداد مطاطي به فتحتان، فتحة للسلك الحراري وفتحة لأنبوبة الاختبار، مع الحرص على الآتي يا شباب. وانت بتحط السداد المطاطي حاول اي قطعه من المطاط او من السداد المطاطي دي ما تقعش جوه الانبوبه الاختبار داخل المذيب. والحاجه الثانيه ان المذيب بتاعك يكون جاف، وذلك عن طريق ان انت بتقفل انبوبه الاختبار بالسداد المطاطي بتاعك لكي لا يمتص الماء من الهواء. طيب، هنضع الأنبوبة في حمام ثلجي مع تحريك المذيب بالمحرك السلكي يا شباب، وهنسجل الحرارة كل 30 ثانية وندون النتائج في جدول. نلاحظ إن درجة الحرارة توقفت عن النزول، في هذه الحالة نوقف التحريك ونسيب الأنبوبة شوية في وضع مستقر، بعدين هرجع أستمر في تعيين درجة الحرارة كل 30 ثانية بعد ظهور التبلور كاملا. يعني أعرف إزاي إن المادة بتاعتي تجمدت؟ هتلاقي إن في عبارة عن
زي بلورات في أسفل الأنبوبة. نلاحظ أن الانخفاض في درجة الحرارة بيثبت عند قيمة معينة بمرور الزمن، هذه القيمة هي درجة التجمد لمادة زي مادة البنزين. طيب لو حصل انخفاض وبعدين راح حصل ارتفاع في درجة التجمد هيحدث هذه الظاهرة تسمى التبريد الشديد. طيب بعدين يا شباب هنضع المذيب الموجود داخل أنبوبة الاختبار في كأس به ماء دافئ درجة حرارته من 30 ل 35 درجة. هنعيد الخطوات مرة تانية حتى نتلاشى نسبة الخطأ ونحصل على قيمة ملائمة لدرجة التجمد، ونسجل النتائج في جدول درجة الحرارة مع الزمن في جدول. طيب هنتابع خطوات العمل. هنضيف إلى الأنبوبة المحتوية على البنزين 2 جرام من النفتالين، ونقلب المحلول حتى يذوب النفتالين تماما مع مراعاة الآتي: ألا تلتصق المادة اللي هي النفتالين على جدار الأنبوبة عند الإضافة. طيب بعد ما ذوبت النفتالين أصبح المحلول جاهز ومتجانس، أعد الأنبوبة إلى الحمام التلجي ونتبع نفس الخطوات اللي احنا قلناها قبل كده في قياس الحصول على درجة تجمد المحلول، وذلك عن طريق تسجيل درجة الحرارة مع الزمن. كل 30 ثانية أفضل أقيس درجة الحرارة حتى نحصل على قيمة ملائمة لدرجة تجمد المحلول. في كل مرة يتجمد المحلول يكون بداخله الترمومتر متجمد، كن حذرا لا تحاول تحركه حتى لا ينكسر. انقل أنبوبة الاختبار، هندفيها شوية عشان التجمد يروح ويذوب، ونتركه حتى يصبح سائل، وقتها يمكنك إخراج الترمومتر بسهولة. برضو كن حذرا أثناء التخلص من النفايات بتاعة التجربة. احنا هنعين الكتلة المولية لمركب عضو بواسطة الانخفاض في درجة التجمد بتاعه. فمثال مثلا تجربة بسيطة جدا وسهلة جدا، زي مثلا هناخد السكر يا شباب. السكر مادة عضوية هي غير متطايرة، واخدينها مثال. وزن هنوزنها، هناخد وزن معلومة منها، وليكن هرمز لها بالرمز M1، وليكن مثلا 2 جرام، مثلا 2 جرام. يبقى انا خدت الوزن بتاعتي من المادة السكرية دي وزنتها 2 جرام، دي مادة غير متطايرة. طيب هنجيب حجم معلوم من المذيب بتاعي وليكن المية. طبعا السكر سهل جدا انه يدوب في المية، وليكن هاخد الحجم بتاع المية مثلا 10 مللي او 10 سنتيمتر مكعب يعني. تمام، خلي بالك. طب انا عايز اجيب الوزنه بتاعته، ما انا خلي بالك انت من احنا واخدين في هذا المقرر تعيين كثافه ماده سائله. انا عندي الدي بتساوي الدبليو على الفي، ومنها انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الدبليو. الدبليو بتساوي الدي في الفي. طب على اعتبار ان الدي دي كثافه الميه تعتبر واحد، في الفي اللي انت الحجم اللي انت واخده 10، يبقى 1 في 10 ب 10، يعني كانك انت واخد 10، دي بسميها M2. 10 بتساوي 10 جرام. طيب درجة تجمد المذيب اللي هو المية يا شباب، كلنا عارفين ان المية بتجمد عند زيرو درجة مئوية. زيرو درجة مئوية. طيب درجة تجمد المادة دي احنا اللي بنعينها من التجربة، يعني احنا كل اللي عايزينه من التجربة ان احنا نعين درجة تجمد المادة بتاعتي. فمثلا المادة السكرية تقريبا ممكن بتدوب معاك عند ناقص 2، ناقص 2. طب وقتها الانخفاض في درجة التجمد عبارة عن الدلتا تي اف، عبارة عن التي 2 ناقص التي 1 اللي هو عبارة عن 2 ناقص 1، يعني كأنها 2. طب وقتها اقدر اعوض في العلاقة عشان اجيب الميوكلر ويت بتاعي، ووقتها يبقى بكده انتهيت من التجربة بتاعتي. يبقى تاني يا شباب، انبوبة جافة بضع غطاء عليها غطاء مطاطي بفتحتين، فتحة للسلك الحراري، فتحة للترمومتر. باخد من المادة اللي انا عايز اعين لها الوزن الجزيئي بتاعها، المادة العضوية الغير متطايرة، وزن معلومة او منها، وليكن مثلا 2 جرام، برمز لها بالرمز M1. طيب بجيب حجم معلوم من المذيب وليكن الماء مثلا، باخد منه حجم وليكن 10 سنتيمتر مكعب، يعني 10 مللي. طيب انا عايز اجيب الوزنه بتاعتهم، يبقى بقانون الكثافه باعتبار ان كثافه الميه بتساوي 1، هضرب الكثافه في الحجم اللي انا واخده اللي هو ال 10، تطلع 10 جرام. طيب انا عندي درجه طبعا اثناء الحمام التلجي يا شباب يفضل وضع بعض من الملح عشان بيزود معاك ويسرع من عمليه التجميد، وبالتالي يسرع من القرايات بتاعتك وانت تقدر تاخد القرايات بسرعه بتاعتك.
طيب درجة تجمد المذيب اللي هو المياه معلومة عندي الزيرو، الزيرو درجة مئوية، وعندك درجة تجمد دي اللي احنا بنعينها من العملي، تجربة عملية دي اللي احنا بنعينها فيها الانخفاض بيساوي 2 ناقص زيرو يعني 2، وقتها هقدر اعوض في العلاقة واجيب الوزن الجزيئي لمادة عضوية غير متطايرة بواسطة الانخفاض في درجة التجمد.